مرحبا، اليوم انا موجوده ببوتيكات وبدنا نعمل سوا ميك اب صيفي. بدي كمان جاوب على كم سؤال بعثتوا لي اياه. شو كنت حابه اكون لما كنت صغيره؟ بحب الشهره، موفي ستار. مين من المشاهير بحب التقي فيهم واشرب معه كوفي؟ انجلينا جولي. بحبها كثير وبحسها قدوة للمرأة، وبحب الاعمال الخيرية اللي بتعملها. ثلاث أشياء أخذهم معي على جزيرة مهجورة. أول شيء sunblock، hair straightener، bad hair bad day، التنت.